الاجتماعي يقول كريم الأحمدي هو مشكلة الاتحاد. كريم الأحمدي هو اللي مصلح الاتحاد في وسط الملعب. تكلم على المالكي، المالكي لاعب كان استخلاص كورة وكافتكاك تعلم من كريم بشكل كبير. تمركز قراءة اللاعب كيف يفك الكورة استخلاص. ممكن مالكي أمام وقت كبير أنه يتحسن، ناقص اللمسة الفنية بس، تكنيكيا يكون من أفضل لاعبي المحاورة في السعودية الفترة الحالية. كريم الأحمدي لاعب نفس اللاعبين الأجانب، صار أتكلم عليه غوميز ولا ماريجا، لاعب عنده قيمة داخل الملعب. شوف العمر، العمر عنده هو يعني رقم، لاعب محافظ على نفسه بدنيا. إيش دخلك فيني أنا مثلا عمري 50 ولا 40 وأنا ندي في الملعب؟ ماليش علاقة بالعمر. إحنا لازم العقلية هذه لازم تكون عند المشجع ثقافة. اللاعب ما دام يدي في الملعب ليش لا؟ ومن العناصر معناها الاتحاد الفريق وصبر مع الفريق والنتائج السيئة الفضل لله طبعا. ثم اللاعبين الكبار خاصة كريم الأحمدي كيف معناها قريب للاعبين، كيف تجاوزوا أزمة النتائج. لو لاعب أجنبي ثاني، شفت أن شو اسمه الثاني مدافع المغربي اللي في نص الطريق راح، اللي راح بعدين راح لتركيا، المدافع المغربي داكوستا في نصف المشاكل راح، الثاني في نصف الهيل مهيل في نصف المشاكل. لاعب زي هذا مفروض تضرب له التحية لأنه قدم كل شيء للفريق احتراف معناه معنى الكلمة، سواء داخل الملعب أو خارج الملعب.